هتلاقي الأنس للحلمية من تاني. أنا اللي وضبتها يا منشير، لو سبتها لسليم كانت باظت. تصور كم مكلف مين عشان يوضبها؟ توفيق السيد. مين توفيق السيد؟ واحد قريب وبدري زيه، بس غلبان، شغال تبعه في المصنع وفي البورصة. السلام عليكم. انتم مين وجايين هنا ليه؟ انا سليمان غانم يا هانم، انا مش غريب، انا جاركم وشرككم وعم بدوي كمان مش غريب، ده نسيبكم.